وفور أدائهم صلاة عيد الأضحى المبارك توجه البعض إلى المسالخ لذبح الأضاحي في جميع المحافظات. وقد استقبلت المسالخ المضحين صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق خطة مسبقة، فيما أشرفت جهات عدة على تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتجنب الازدحامات نظرا للأوضاع الصحية الطارئة جراء تفشي وباء كورونا. المهندس محمد صخوم مدير بلدية محافظة الفوانية. طبعا احنا حاليا في مسلخ الجريب، طبعا احنا حاليا متواجدين مع اخواننا في هيئة الغذاء في تنظيم عملية الدخول. طبعا إدارة المسلخ بالكامل قايمين فيه الإخوان بهيئة الغذاء من ناحية عملية الدخول والترتيب والسلخ، بالإضافة أن هالسنة طبقوا نظام اللي هو الباركود، وهذا ساعد للأمانة بشكل كبير في عملية تنظيم الدخول اللي كانت سابقا تعتمد على التدافع يعني والظواهر السلبية كانت تواجهنا سابقا. طبعا إخواننا احنا والهيئة قاعدين حاليا نعمل تحت مظلة اللجنة الرئيسية لمتابعة الأوضاع الصحية اللي تابع المجلس الوزراء. طبعا هذه كل التقارير والملاحظات ترفع بشكل دوري. هي يمكن الفترة هذه يمكن فترة استثنائية، لأن ما في مسالخ مؤقتة مثل ما كانت بالسابق. نظام الباركود الحديث، طبعا الباركود ساعدنا في شغلتين للأمانة، أن ننظم عملية الدخول حتى صاحب الضحية مع ضحيته، وابعدنا كانوا بعض الاخوان يدافعوا ويدخلون المكان من اجل طلب جزء من هذه الاضحيه، وكان هذا يسبب يعني حرج وكثافه في منطقه الذبح للامانه. تركي راشد المجاوب، مسؤول المسلخ الفروانيه. الامور ماشيه على احسن ما يرام. معنا مشاركه الداخليه جزاهم الله خير، عند الداخليه الله يجزاهم خير، والبلديه، وطبعا الهيئه العامه هي اللي مشرفه على المسالخ، وطبعا مديرها عيسى الكندري ومدير المسالخ محمد السالم، وان شاء الله الامور ماشيه على اكمل وجه ان شاء الله. دكتور ضياء عبد اللطيف، طبيب بيطري مسلخ الفروانيه. دورنا كهيئه غذاء بنحاصر في الكشف على اللحوم من حيث عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او عدمه. اول ما الخروف بيجي بنكشفه من حيث الشكل الظاهري، بحيث لو كان في عدم اكتمال نزف، بحيث تكون اللحمه شويه غامقه أو لونه أصفر، بيكون فيه جوندس في اللحوم ولا حاجة.